تحسوا على هذا؟ والله الحمد لله رب العالمين، اول شيء كل عام انتم بخير والشغل الحمد لله رب العالمين، العالم كله عم تطلع بتسوق وبيشتروا اغراض العيد الحمد لله. يعني هل ذاك العيد يعني كان الاجواء 50%، هذا الحمد لله 100% العالم عم تطلع بتسوق وامان وعايشين تمام. شو امنياتك لهذا العيد؟ امنياتنا ترجع يعم الامن والامان ونرجع مثل قبل واحسن ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ترجع الناس على بلادهم، الله يسلمك ويدي سالم. والله الحمد لله رب العالمين، الامور بخير لحد الان، وطالما في امان واستقرار بالبلد هاي بعفرين يعني امورنا بخير الحمد لله رب العالمين. نتمنى العيد الجاي يضل هيك وما نتهجر لانه نحن مهجرين حاليا والحمد لله على كل حال. سالمين نعاد علينا بالصحة والعافية ويرجع كل غايب حبيته. نسبيا حركة السوق شلون هاي السنة؟ الحمد لله تمام الحمد لله. في توافد للأهالي ما في توافد؟ إن شاء الله ما في أهالية ما رجعت كلياتها، وإن شاء الله الله بهيك برجعنا بخير وسلامة والناس ترجع كل غايب يرجع حبيته وتنحل الأمور وإن شاء الله على أحسن بكون. الله يعافيك على صحتك. الله يعطيك العافية.